الحرس الثوري الإيراني قام بعملية مفاجئة ترتقي لكي تكون أو تكون عملية عسكرية في داخل الأراضي العراقية، وقام بهذا الأمر يوم أمس. وهذه التفاصيل طبعا جاءت في شمال العراق وتحديدا في إقليم كردستان، كما تلاحظون هنا باللون الأصفر هي مناطق حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، والمناطق التي نتحدث عنها هي جاءت بهذا الاتجاه. دعونا نقترب من هذه المنطقة فقط لنتعرف مما جاء ومن هذه العملية التي قام بها الحرس الثوري الإيراني. كلها جاءت بتصريحات مباشرة من مدير ناحية سنغنسار بهذا الاتجاه. طبعا هذه الناحية التي هي تابعة إلى قضاء بشتر بهذا الاتجاه، القضاء طبعا الذي يأتي على عمق ما يقارب 10 كيلومترات من الحدود الإيرانية العراقية. هذا التصريح من مدير هذه الناحية هو جاء إلى عدد من المصادر الكردية المرموقة والمعتمدة طبعا، والذي أكده مدير الناحية هنا بأن كان هنالك 8 أشخاص متوجهين إلى إحدى القرى في هذا القضاء تحديدا، وذكر طبعا قرية كاسكان تحديدا الموجودة أيضا على الحدود الإيرانية العراقية في داخل الأراضي العراقية بكل تأكيد، وهي في عمق الأراضي العراقية. وهؤلاء الأشخاص هم كانوا أساسا موجودين في هذه القرية من أجل جمع الأعشاب الموسمية من أجل بيعها، وهو أمر معتادون عليه تماما. ولكن الحرس الثوري الإيراني جاء واخترق الأراضي العراقية وقام بإطلاق النار على هؤلاء الأشخاص، حاولوا الفرار من الحرس الثوري الإيراني. واحد من هؤلاء الأشخاص طبعا تعرض إلى كسر، وتحديدا في رجله تعرض إلى كسر من جهتين، وبالتالي تركوه وألقوا القبض على 7 أشخاص من هؤلاء 8 وسحبوهم مباشرة إلى داخل الأراضي الإيرانية. المشكلة بأن هذه ليست هي العملية الأولى التي تتم من الحرس الثوري الإيراني في داخل الأراضي العراقية، هذه العملية هي تعتبر 3 عملية خلال أقل من أسبوع. الخميس الماضي الحرس الثوري الإيراني قام بعملية أخرى ضد أحد المواطنين العراقيين في إقليم كردستان، وقاموا بإطلاق النار عليه. ليس واضحا ما إذا الحرس الثوري الإيراني اقتحم الأراضي العراقية كما فعل في هذه العملية التي نتحدث عنها، أو جاء إطلاق النار من داخل الأراضي الإيرانية، ولكن ما هو مؤكد بأنه مواطن عراقي موجود داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان. وتحدث المدير الإداري لمستشفى قلعة دزة تحديدا، تحدث بأن هذا الشاب الذي طبعا يبلغ من العمر 30 عاما هو تعرض طبعا إلى إطلاقات في الكتف وفي الفخذ وغيرها، ولكنه لم يقتل، وكان من يقف خلف هذه العملية هو الحرس الثوري الإيراني بحسب العديد من المصادر التي تحدثت عن هذا الأمر. وكذلك الأربعاء الماضي لا ننسى أبدا بأن كان هنالك قصفا مدفعيا وهجوم من الطائرات المسيرة ضد سيدكان تحديدا إلى شرقها في قرية بربزين، تعرضت إلى قصف لمدة 1 ساعة كاملة. واحدة من الطائرات المسيرة مع هذه المدفعية كانت للتصوير وصورت القصف، وواحدة من هذه الطائرات كانت هي طائرة عسكرية، وكان هنالك طائرات مسيرة أخرى عسكرية إيرانية قامت بمهاجمة سميلان كذلك وتشومان بهذه النقاط التي ترونها. وتبين فيما بعد بأنهم كانوا يحاولون عملية استهداف حزب كوملة الذي طبعا هو المعارض للنظام الإيراني اليساري الموجود في داخل أراضي إقليم كردستان. وبالتالي نحن فعلا أمام ضغط كبير للغاية يأتي من قبل الحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان. والمثير في هذا الأمر بأن الكرد وأقليم كردستان بشكل عام الآن هنالك نظرة من الغرب، من الأوساط الغربية ومن الأوساط الأمريكية تحديدا، تجاه الكرد بشكل عام والتحديات التي يواجهونها، مثل هذا التحدي الذي نتحدث عنه. على سبيل المثال برنارد ليفي وكذلك توماس كابلين قاموا بكتابة مقال مهم للغاية على الول ستريت جورنال يوم أمس، ويحثون الرئيس الأمريكي على تكرار التجربة والنجاح الذي حققه في أوكرانيا ضد روسيا مع الكرد بشكل مباشر، إذا كانوا في العراق أو إذا كانوا في سوريا. واعتبروا بأنه نجح مع أوكرانيا في سياسته لأنه منع روسيا ومنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قلب النظام والسيطرة على كييف، تمكنوا فعلا من تغيير العديد من المعادلات في هذه المعركة. بل إن الحزبين، عندما نتحدث عن الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، فإن الحزبين اجتمعا تماما ومتفقين تماما تحت قبة الكونغرس الأمريكي في دعم الرئيس الأمريكي في سياسته الخارجية في أوكرانيا لمواجهة روسيا. وهنالك كذلك طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تمت الموافقة عليه والمصادقة في مجلس النواب الأمريكي على تقديم 40 مليار دولار مباشرة إلى أوكرانيا من أجل مساعدتها على العديد من المستويات.
وبهذا إذا ما صادق مجلس الشيوخ الأمريكي مباشرة فسيكون الدعم، وأن الدعم وصل إلى أوكرانيا بما يقارب 53 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني، وبالتالي وعلى هذا الأساس تعتبر هذا نجاح كبير جدا بالنسبة لجو بايدن بحسب توماس كابلن وكذلك برنارد ليفي. ولكن بالنسبة لهذه 40 مليارا فإن هذا الرجل راند بول وهو الجمهوري من ولاية كنتاكي الآن جمد هذه المسألة بأنه دائما ما يقف ضد الأمور التي هي معنية بالصرف على الدول في الخارج ويهتم بالأمور الداخلية كثيرا، ولكن الأوساط الأمريكية توضح بأن هذه الأموال الكبيرة ستذهب مباشرة إلى أوكرانيا. وهذه طبعا وعلى الول ستريت جورنال بالنسبة لبرنارد ليفي وتوماس كابلن يقولون يجب أن نتبع نفس القضية مباشرة مع الكرد، لأن الكرد أكدوا ووضحوا وهم يشبهون تماما في طبيعة عملياتهم العسكرية وحلفهم مع الولايات المتحدة الأمريكية مع أوكرانيا، يواجهون نفس المخاطر تماما، وكذلك هم لديهم ولاء وقتال شديد جدا، عندما يقاتلون يقاتلون ويدافعون عن أرضهم، وهذا الأمر كان واضحا بحسب الول ستريت جورنال طبعا وما ذكرته ضد تنظيم داعش الإرهابي. هم لم يستخدموا الجنود الأمريكيين في هذه العملية، بل هم الذين قاتلوا بأنفسهم لهذه القضية. وعلى هذا الأساس الول ستريت جورنال ذكرت الآتي: يحتشد الأمريكيون من جميع الأطياف السياسية حول أوكرانيا السيد بايدن محق في دعوة الكونغرس لتمرير 40 مليار دولار من المساعدات، وأضافت: سوف يدعم الأمريكيون بجميع أطيافهم الكرد أيضا إذا أتيحت لهم الفرصة، الأمر متروك للرئيس لمنحهم هذه الفرصة. كذلك هنالك خبيرا آخر وهو سيباستيان روبلين، هذا هو خبير عسكري وخبير سياسي مهم على الفوربس الأمريكية، كتب تقييما مهما جدا حول نجاح سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديدا في مسألة سياسته مع أوكرانيا، وكتبه على NBC News الأمريكية على صفحة ثينك الخاصة، وتحدث عن الأسباب وكيف هذا يعتبر نجاحا مقارنة بما تم في السابق، وذكر العراق في هذه المسألة، ذكر أنه كيف كانت هنالك عمليات دعم كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد غزوها للعراق في عام 2003، دعموا الجيش العراقي كثيرا بالمعدات العسكرية، دربوه كثيرا، وبعد الانسحاب في عام 2011 من قبل القوات الأمريكية في نهاية 2013 وفي بداية 2014 بحسب ما ذكر طبعا روبلين، بأن تنظيم داعش الإرهابي فعلا اجتاح نصف العراق، الجيش العراقي لم يقاتل في تلك المعركة، وبالتالي كان هنالك عودة للولايات المتحدة الأمريكية من جديد بسبب هذه القضية، واضطروا أن يصرفوا أموالا كبيرة للغاية وأكثر بكثير من 53 مليار دولار التي ستقر طبعا لأوكرانيا الآن والتي نتحدث عنها. بالإضافة إلى ذلك إنه ذكر ما جرى أيضا مع أفغانستان، كيف أن حركة طالبان بعد بمجرد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن توجهت مباشرة حركة طالبان وقامت بعملية السيطرة على جميع الأسلحة التي تحصل عليها الجيش الأفغاني رغم كل الأموال والصرف وغيرها، وبالتالي المعدات الأمريكية في العراق، المعدات الأمريكية والأسلحة الأمريكية المتقدمة في أفغانستان سيطرت عليها الجماعات التي كان من المفترض أن تكون الولايات المتحدة قد نجحت في عملية تدريب هذه القوات من أجل الدفاع عن نفسها، ولكنها لم تتمكن. كذلك هو ذكر ما جرى مع فيتنام بشكل عام في عام 1975، وتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مع فيتنام الجنوبية لمدة أكثر من 10 أعوام من التدريب والدعم وغيرها، وبعد مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية بسنتين جاءت فيتنام الشمالية لتغزو فيتنام الجنوبية وتسيطر عليها بالتمام والكمال، وبالتالي السياسات الأمريكية في فيتنام، في أفغانستان، في العراق بحسب روبلين هي كانت فاشلة للغاية، والواضح بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو كان ناجحا في مسألة أوكرانيا لأنه لم يدعم الأوكرانيين مباشرة وبسرعة كبيرة بالأسلحة العملاقة والثقيلة الأمريكية مثل المدفعية على سبيل المثال وغيرها، هو أعطاهم صواريخ مضادة للدروع وغيرها مثل الجافلين أو مثل الستينجر على سبيل المثال لمواجهة المدرعات الروسية، لمواجهة مثلا طائرات الهليكوبتر أو الطائرات الخاصة بروسيا بشكل مباشر، لأنه كان قلقا وتعلم من الدرع
الدرس أن روسيا ممكن أن تغزو بنجاح أوكرانيا وتستحوذ على الأسلحة الأمريكية هو منع هذا الأمر. وكذلك دعونا أن لا ننسى بأنه لو قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة مباشرة إلى أوكرانيا قبل بدء الحرب فقد تكون ذريعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العملية العسكرية أكثر قانونية أمام أوروبا. وبالتالي بالنسبة إلى روبلن هو اعتبر أن السياسات الأمريكية ناجحة للغاية فيما جرى في أوكرانيا، خاصة وعلينا أن لا ننسى أنه أيضا نجح الرئيس الأمريكي جو بايدن بحسب ما تتحدث عنه الأوساط الأمريكية طبعا في عملية الضغط بعقوبات شديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل أن حلف الناتو بدأ بالتوسع. نحن على وشك وقد نكون على بعد أيام من عملية إعلان انضمام فنلندا والسويد مباشرة إلى حلف الناتو، وبالتالي توسع حلف الناتو بشكل كبير للغاية في هذه النقطة. وبالتالي الواضح جدا بأن الأمور وردية بالنسبة للأوساط الأمريكية والحسابات الأمريكية في هذه المسألة. ولكن في نفس الوقت هنالك كانت تصريحات مثيرة جدا من هذه المرأة، هذه طبعا هي أفريل هينز وهي مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، كانت الأسبوع الماضي الثلاثاء في جلسة مهمة جدا مع لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، تحدثت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكتفي في تدخله العسكري وفي العملية العسكرية في عملية السيطرة على دونباس وبعد ذلك يعلن انتصاره، لا أبدا. المعلومات الاستخبارية التي تمتلكها والتي عرضتها في الكونغرس الأمريكي وتحديدا على مجلس الشيوخ الأمريكي تحدثت بأن فلاديمير بوتين يريد أن يشكل جسرا بريا مباشرا إلى إقليم ترانزنيسترا الذي يأتي إلى شرق مولدوفا، وهذا طبعا الإقليم وليس معترفا به ولن تجده في الخارطة، ولكن ترانزنيسترا هي تشبه تماما في وضعها إقليمي دونباس، وبالتالي ستكون روسيا ضاغطة بشكل كبير على مولدوفا على أوروبا بهذا الاتجاه، أي بما معنى وبمعنى آخر تضغطون علي عبر فنلندا سأضغط عليكم من هذه المنطقة أيضا، وفنلندا ستكون تحت الخطر وتحت المطرقة إذا ما حاول حلف الناتو من وضع أسلحة أو معدات كبيرة تهدد الداخل الروسي، لأنه اعتبر وجود فنلندا طبعا بحلف الناتو هو تهديد مباشر وتصعيد مباشر، ويعتبر خطأ على مستوى الحيادة العسكري، والاستغناء عن الحيادة العسكري هو خطر للغاية، وبالتالي هو هدد بهذه المسألة. وبالنسبة إلى هذا الجسر الذي تحدثت عنه أفريل هينز إلى إقليم ترانزنيسترا الذي نتحدث عنه، هو قد يعني بشكل مباشر بأن بعد الضغط على إقليم دونباس قد يبحث بالسيطرة على أوديسا أو حتى على ميكولايف من أجل خلق هذا الجسر البري الذي تحدثت عنه. ولكن في نفس الوقت بالنسبة إلى إقليم دونباس وعندما نتحدث عنها فإن هنالك تقدما سريعا جدا من القوات الروسية يأتي بهذا الاتجاه من أجل تحقيق الكثير والكثير مما يبحث عنه، وهو محاولة لإفشال طبعا ما يبحث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. عندما نتحدث هنا عن إقليم دونباس، هذا هو شرق إقليم دونباس، هذه الحدود الإدارية لإقليم دونباس كما نتحدث عنها دائما، وهذه الحدود الفاصلة بين لوغانسك ودانييتسك. الأمور الجديدة والتطورات الجديدة بالنسبة للجيش الروسي هي تأتي في سيفرو دانييتسك هذه المرة. دعونا نقترب من هذه المنطقة لنرى ما الذي جرى يوم أمس أو على الأقل خلال 48 ساعة الماضية في هذه المنطقة، كيف أن روسيا تحاول أن تفشل المحاولات ومحاولات النجاح الأمريكية طبعا أو حتى التابعة لحلف الناتو. هنا كما تلاحظون هذه هي سيفرو دانييتسك التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية بهذا الاتجاه. بالنسبة للقوات الروسية بعدما سيطرت على مدينة روبزن وبدأت بالضغط بهذا الاتجاه إلى غرب طبعا سيفرو دانييتسك وتوجهت إلى كرامينيا بهذا الاتجاه، وبعدها جاءت بهذا الشكل وقام بعبور هذا النهر المهم ألا هو سيفريسكي دونتس بهذا الاتجاه. طبعا تمكنت القوات الروسية من عملية عبوره وقاموا بمحاصرة بيلوريفكا، ولكن القوات الأوكرانية كانت حاضرة أبادت كتيبة كاملة روسية بهذا الاتجاه. هذا ما أزعج القوات الروسية كثيرا وجعلها تتوجه مباشرة وتقوم بعملية اقتحام الآن، وهذه هي آخر الأخبار في سيفرو دانييتسك، وبدأت بعملية الدخول إلى هذه المنطقة من أجل السيطرة عليها ومن أجل فتح الباب والضغط على هذه المنطقة المتمثلة بلوغانسك بهذا الاتجاه من أجل إنهاء مسألة لوغانسك وإعلان الانتصار وإعلان جمهورية لوغانسك كاملة كما اعترفت بها روسيا، والتي ستعتبر ضربة طبعا إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وليس فقط
إلى الحكومة الأوكرانية. ولكن طبعا القوات الأوكرانية مستعدة لهذه العملية التي تمت بهذا الاتجاه، وهذا الهجوم كان واسعا إلى درجة أن القوات الأوكرانية قامت بعملية ضرب إحدى الجسور الموجودة بهذا الاتجاه من أجل منع القوات الروسية من التقدم بهذا الاتجاه. وإذا ما حاولنا أن نقترب من هذه الخارطة قليلا لنرى أي من هذه الجسور هي التي استهدفتها القوات الأوكرانية لمنع القوات الروسية المتمثلة بكتيبة أحمد الشيشانية. هذا هو الجسر الذي دمر تماما من قبل القوات الأوكرانية من أجل منع القوات الروسية من العبور. وأبقوا طبعا هذا الطريق موجودا بهذا الاتجاه الذي ترونه. وعلى هذا الأساس القوات الأوكرانية ما تبحث عن تحقيقه هو عملية خلق صد في هذه المنطقة. هذه المنطقة التي ترونها التي تأتي بهذا الاتجاه هم يريدون الاعتماد عليها كنهر من أجل الدفاع عنها والاعتماد على هذا الطريق من أجل الصد طبعا بهذا الاتجاه. وبالتالي القوات الروسية لن يكون أمامها مقدرة من عملية أن تعبر المدرعات أو الدبابات أو غيرها بهذا الاتجاه. فقط طريق واحد هو الذي يسمح لهم، ولكن القوات الروسية يجب أن نعرف بأنها ممكن أن تقوم بإنزال من قبل الكوماندوز في العمق، وبالتالي تشكل عملية ضغط كبيرة جدا. ممكن أن تضع القنابل الدخانية في هذه المنطقة وتخلق جسورا عائمة أو جسورا كما نتحدث فيها كما كانت عائمة في بيلوريفكا. ممكن أن تخلق هذه الجسور مع هذا العازل الدخاني كما فعلت في بيلوريفكا وتعبر، وبالتالي تكون هنالك معركة كبيرة تجري هنا. بالتالي هنالك معركة فعلا هائلة جدا. الجسر الذي نتحدث عنه هنا كان هنالك تصويرا لعملية التدمير والضربات التي تعرض له هذا الجسر من قبل القوات الأوكرانية من أجل إغلاق هذه المنطقة التي نتحدث عنها. هذا هو الجسر الذي رأيتمونه أمامكم ضرب بهذا الشكل كما هو واضح. قد تكون من المدفعية هي التي ضربته بهذه الطريقة. وعلى هذا الأساس التحدي هائل جدا على مستوى أوكرانيا وعلى مستوى التطلعات الأوروبية والأمريكية تجاه هذه المسألة. والسؤال الأهم هنا الذي يطرح، كيف من الممكن للعراق أن يتخلص من هذه الصراعات الدولية الكبيرة جدا، وكيف من الممكن أن يخدم نفسه بنفسه من أجل الخلاص مما يجري إذا كان من أي دولة، إذا كان من إيران مباشرة أو حتى من تركيا أو غيرها من الدول.